ومن المعلوم أن أزمة الحدود في أفريقيا تطرح إشكالات تمس السيادة ووحدة الوطن، بل هي تمس أساس وجوهر الوجود الذي تقوم عليه الأوطان. كما لا يخفى عليكم إن هناك أسباباً عديدة لأزمة الحدود لم تتم معالجتها في وقتها، للحزم الذي يستدعيه الموقف وعلى قاعدة مبدأ الإنصاف المنسجم مع حقائق التاريخ والجغرافيا، وهو ما جعل دولا وأنظمة معينة تستفيد من مخلفات هذا الوضع، وذلك لأغراض توسعية. بل والأدهى أن تظل تلك الأنظمة مصرة على تثبيت وضع هو من مخلفات الحقبة الاستعمارية. أود قبل كل شيء أن أدل صوتي إلى صوت السيد الأمين العام بالترحاب بكم في أصيلة، لأنني أعتبر نفسي أحد أبنائها إن قبل أبناؤها بي في أسرتي. وأود أن أعرب عن شعوري الخاص في هذه المناسبة وهي افتتاح دورة من دورات هذا الموسم الذي كرس نفسه لخدمة الثقافة والتنمية وربط بينهما واستطاع النجاح في ذلك على الأقل في هذه المدينة التي تجسد تجربة فريدة من نوعها في ربط الثقافة بالتنمية. أعتقد أننا في ندوة اليوم كان الحديث عن قضية هي أعتقد جاء وقت الحديث عنها، وهي قضية الحدود الموروثة من الاستعمار في أفريقيا. الأمر الآن أن أفريقيا تستفيق وترى أن هذه الحدود قد أورثتها العنت والصراع، وأن حان وقت التفكير في التنمية بشكل أكثر رزانة وأكثر عملية. وما دعيت إليه اليوم هو أن يكون هناك تفكير في القضايا المبدئية بدلا من التفكير البراغماتي المحدود في قضية التعاون الاقتصادي وكفى، لأن هذا كان المنشأ الذي أتت على أثره الحدود قديما من طرف الاستعمار، بأنه أورث هذه القارة هذه الحدود لأنه أراد أن ينهب مقدراتها على نحو ما. ولكن أفريقيا حين تتحدث في مستقبلها عليها أن تتحدث بشكل به بحث عن البعد الإنساني للقارة وكيفية إسعاد البشر بداخلها، وهذا هو المدخل أو المقاربة التي أردت أن أتحدث بها. شكرا. يعني هذه الدورة 45 موسم أصيلة، وهذه الندوة مهمة جدا بحيث أنه تتطرق إلى موضوع يتعلق بالحدود وبالإرث الاستعماري، وكانت المداخلة متكاملة بحيث أنها تطرقت إلى موضوع الحدود في إفريقيا، ويعني التجزئة ومخلفته والتشردم والبلقانة. وحتى في مداخلتي أيضا ذكرت بأن المغرب كان ضحية لتقسيم غير عادل استعماري، وتم تضمينه في مجموعة من القوانين ومن المواثيق بما في ذلك ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية 63، والذي بطبيعة الحال المغرب كان قدم بشأنه تحفظا، لأنه كان يعلم بأنه كان يعني ضحية تقسيم إسباني وفرنسي. العموم ما يهمنا اليوم هو استخلاص النتائج والدروس، وأيضا بلورة مفاهيم نستطيع من خلالها إعادة قراءة هذا الموضوع. وكما قلت بأنه موضوع شيق جدا، مداخلات كانت متكاملة، والمهم هو أيضا التطلع إلى أفاق أقول مشرقة وإيجابية. هذا على العموم ما قمنا به هذا المساء. لأن في الحقيقة أنا أرى في الحديث عن الحدود في أفريقيا وتجاوز ما كان من البعد الاستعماري الكولونيالي أن أفريقيا في لحظة بحث عن الذات وبحث عن شخصيتها مرة أخرى، وبالتالي نحن بصدد أن نجد لأفريقيا شخصياتها الأربعة، شخصياتها الطبيعية ومن ثم البشرية ومن ثم التكاملية ومن ثم الحضارية. بأستدعي هذا الأمر لأن يقال دائما أن قوة الفكرة هي ما يعطي الفكرة والقوة كل معنى وجدوى. شاء
أتشرف بالحضور اليوم في الدورة 45 من منتدى الصيلة الثقافي الدولي. هذا المنتدى الذي ينظم بكل حكمة ومنذ 45 دورة، منتدى بصمة بحروف من ذهب على أنه لقاء مهم جدا، لقاء استطاع أن يصبح بوثقة تنصهر فيها كل الثقافات، تنصهر فيها أيضا كل الحضارات، من خلال الجمع بين الشمال والجنوب، بين الشرق والغرب، في قضايا تهتم بالاقتصاد، تهتم بالسياسة، تهتم أيضا بالبيئة، وغير بعيد عن ما هو سياسي اقتصادي وبيئي هناك أيضا الجانب الثقافي حاضر. إدارة الثقافة كما قلت هي دائما داعمة لهذا المنتدى، لأنه بالإضافة إلى المحاور التي يتناولها هناك التقاء في استراتيجية الوزارة من خلال الأنشطة الثقافية التي تبرمجها، وهو يجسد ديمقراطية الثقافة على مستوى المملكة المغربية بصفة عامة. صحيح أن القضايا التي تناقش قضايا كما قلت قضايا بيئة، اقتصاد، سياسة، وإنما هناك أيضا قضايا تمس الشق الثقافي، في رمزية إلى أن الثقافة حاضرة وأيضا تلعب دور أساسي كرافعة للتطور الاقتصادي. النقطة الثانية فيما يتعلق بالتشخيص، نحن نعرف أن بالأسف هناك تشدد الخريطة حتى العربية الشرق أوسطية بالخصوص، ولما هناك مجموعة من بقع التوتر، حتى القارة الإفريقية لم تفلت من هذا الإرث دون أن أعطي أمثلة. نحن نعرف ما عشناه وما نراه وما رأيناه عن طريق الماضي، مثلا بليبيا وتشاد، أو إمبارح مع الكونغو الديمقراطية، أو أيضا الحركات الانفصالية، وكان هذا هو موضوع السنة الفارطة، كأن هناك تسلسل وسلسلة من الأحداث مترابطة ولا يمكن استثناء موضوع عن الآخر. بالتالي هناك باراديم إن صح التعبير، وهناك يعني رؤية إجمالية وكبرى. أحدث عن المغرب يمكن أن أتحدث عن دول أخرى في الساحل مثلا، وأنا متفق مع السيد السفير المدير العام عندما تحدث عن تجاوز المفهوم الضيق للجغرافية والبحث في بلورة فضاءات بديلة يمكن أن تتعدى هذا المفهوم، لأن الجغرافيا ليست فقط جغرافيا فيزيائية بالمفهوم الكلاسيكي.